الشعبي ومؤسساته بنقاباته بهيئاته بأحزابه سواء على المستوى الوطني في مصر، سننظم ونجمع صفوفنا ونؤكد ونتفق فيما بيننا على الإجراءات التي تعتمد في الأساس اعتبار أمريكا العدو الرئيسي للأمة العربية وليس صديقا للأمة العربية، وضرورة اتخاذ والتصرف مع كافة المؤسسات والمصالح الأمريكية انطلاقا من هذه القاعدة، لأنه لا يليق بالأمة العربية أن ترتكب كل الجرائم من أمريكا تجاه الحقوق العربية، ونهرول إلى البيت الأمريكي ونهرول إلى ونستضيف ونستقبل ممثل الإدارة الأمريكية، ممثل الإدارة الأمريكية الذين هم في الأصل أدوات طيعة في الكيان الصهيوني. هذه المزايدة الانتخابية التي نراها ما بين اليمين البلطجي الأمريكي واليمين الإرهابي في إسرائيل، نقول أننا نحتاج تصعيد الإجراءات على الأرض. لدينا نقابة الصحفيين، لدينا اتحاد الصحفيين العرب، لدينا نقابة المحامين، اتحاد المحامين العرب، المهندسين، الأطباء، الأحزاب، كل هذه المؤسسات ندعوها إلى التفعيل حتى ولو كانت هناك قوائم مقاطعة لكل من يمثل المصالح الأمريكية أو يتماهى مع الموقف الأمريكي. ستكون هناك إجراءات على الأرض وتقديم مزيد من الدعم والمساندة لصمود شعبنا في فلسطين، عموم فلسطين، كل فلسطين، وخاصة منا على مقربة من يوم الأرض 30 مارس الذي منحنا أهلنا في ما سمي ما نطلق عليه فلسطيني 48 حينما قدموا التضحيات والشهداء تمسكا بالأرض والهوية الفلسطينية والأرض الفلسطينية. نحن نقول أننا على المستوى العربي أيضا سنتواصل كافة المؤسسات العربية وحزب التجمع كما اعتاد في جدوله وانشغالاته العربية، لن يحيد عن دعم كافة القضايا العربية باعتبارها هي حق أصيل في خطه السياسي منذ أن خرج إلى الحركة السياسية في عام 76 كمنبر ثم تنظيما ثم حزبا، وهو الآن يمارس ذات الدور ويؤكد عليه. إننا كنا في مواجهة كامب ديفيد وفي مواجهة اتفاق ما سمي باتفاقية السلام، ونقول أن أصل الصراع في المنطقة هو اغتصاب فلسطين وحق فلسطين، وأي اتفاقيات أخرى لا تتكلم عن حق فلسطين. لم يكن هناك إسرائيل ما قبل 48 لتكون هناك خلافا بيننا وبينها لنشارك في الحرب في مواجهتها. إننا شاركنا في الحرب في 48 لأن فلسطين اغتصبت من قبل العصابات الصهيونية.